السلام عليكم الناس الكل، مرحبا بيكم، تحية ليكم. صدقني فرحان 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 برشا بالمسجات اللي قاعدة تجيني وتوصلني، والعباد اللي استانست بالموعد هذا كل يوم 8 نتاع الليل. العباد بون بدينا شوية روتار، تو بعد فصلكم عليها اليوم في الحوار مع المندوب حداد. كمية ما تصورش قداش من المساجات اللي وصلتني، يعني نشكركم برشا، يعطيكم الصحة على التفاعلات نتاعكم سواء بالباهي سواء بالخايب. باهي، باش نوضح نقطة، منوبي حدد باش يجي بكون بحضرنا بعد شوية إن شاء الله، صار صوت فيهم في التوقيت وكم ما فهمنيش بالكدا ما فهمتوش بالباهي أنا، تو بعد هو اللي يفسر لنا أكثر. النقطة الأولى، برشا يقولوا باش تجي في جوائز الكلوب برشا المدة هذه، صحيح ما كنتش غالطين، أما نحب نوضح علاش اللي راهو قاعدين نكلموا في الملاعبية والمسؤولين من الجمعيات الكل، راهو باش تكونوا في بالكم وتكونوا عارفين من ليتوال من الكلوب من السي اس اس حتى من الجمعيات الأخرين. على كل اللي قاعدين توا تحصلنا اليوم اللاعبين اللي شفتوهم وباش تشوفوهم في الايام الجايه ان شاء الله، في الايام الجايه باش يكونوا معانا ملاعبين ملاعبيه اخرين، مثلا غدوه باش يكون معانا لاعب في الهوندا بدو شويه الاختصاص، ولاعب في الليدوال، لاعب المنتخب الوطني التونسي رفيق باشا باهي علي منصور، ديجا كنت نفسر فيها خويا النقطه، تحيه ليك نحبك برشا ساعه، مرحبا بك معانا غدوه، باش يكون معانا لاعب من الليدوال يا علي، رفيق باشا ان شاء الله، لاعب المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله، باش يكون ضيفنا غدوه نحكيو معاه على كل اللي تحبوه كل شيء. بعد غدوه نورمالمون بنسبه كبيره برشا باش يكون معانا الجارديان بتاع المنتخب الوطني التونسي معز حسن ان شاء الله، باش يكون معانا ضيفنا نهار الجمعه او نهار الخميس سامحوني. نهار الجمعه باش يكون حمدي النجاز ان شاء الله نورمالمون، في انتظار التاكيد من عند حمدي نورمالمون باش يكون ضيفنا حمدي النجاز، هذا الى حد الان اللي كونفيرمي، وقاعدين نحكيو مع برشا ملاعبين اخرين عطاونا الاتفاق المبدئي لوكيل المبدئيه نتاعهم، وبعد ان شاء الله باش يكونوا بحضرنا في الايامات الجايه. بالنسبه للحوارات اللي قاعدين يهبطوا تنجموا تشوفوهم كما العاده عشان يوتيوب اسلام المده، تلقاوهم اليوم نتاعها من خلال الكونت انستغرام، تعملوا ابوني الكونت انستغرام وتلقاو اليوم، تعملوا ابوني للشين يوتيوب تلقاو فيها كل شيء، الحوارات اللي عملناهم الكل من اللي بدينا حتى اليوم باستثناء الحوار نتاع محمد علي برمضان. نحب نذكر الناس اللي تسال برشا على الحوار نتاع محمد علي برمضان، راهو صارت مشكله من محمد علي، خاطر كان تفكر ما حبش يمشي له اللايف نتاع محمد علي، عملناه على الكونت وعلى البروفيل نتاع محمد علي، على هذاك صار مشكله وتفسخ الحوار نتاع محمد علي برمضان. ان شاء الله حكينا مع محمد علي وقال باش نعاودوه ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. نستنى في منوبي حداد باش يكون ضيفنا اليوم اكيد، اول حوار تقريبا ما تفكرش ظهر من اللي خرج من الكلوب ما تكلم في حتى بلاصه. اليوم حاولنا نجيبه لكم منوبي حداد باش تسالوه السؤالات الكل اللي قاعده تعلقه، خاصه نحاول خروجه من النادي الافريقي وعدد نقاط الاستفهام الخاصه في الموضوع هذا. بعد شويه باش يكون ضيفي وضيفكم ان شاء الله منوبي حداد، مرحبا بكم الناس الكل، وشكرا شكرا جزيلا على التفاعلات والكومنتات والمساجات سواء الباهيه ولا حتى الخايبه، الكل نقراوهم وناخذوهم بعين الاعتبار ونحاول نصلحوا ان شاء الله. بالنسبه للملاعبي اللي كيما تسال اليوم كيما مثلا ياسين الشماخي، تقريبا الملاعبي في فتره صعيبه نتاع فانت كونترا اكيد، هو بيدو مش فاهم روحه مش فاهم روحه شنو باش يقول، على ذلك انا نتفهم انه ما يحبش يظهر البريود هذه، نصور يستنى حتى توضح رؤيه اكثر للمستقبل نتاعو، وبعد ان شاء الله نجيب لكم الشماخي ونجيب لكم الملاعبين اللي تحبوا عليهم كل صابر خليفه واللي طلبتوه من كل وغيلان الشعلالي والملاعبين كل ان شاء الله. تقعدوا معانا نستناو في المنوبي ان شاء الله يلتحق بينا شوية اخر، اللي عنده سؤال ميسيرش يسأل حتى في اللايف مادام جا المنوبي نجمو نسألوه حتى يجي.
الجزئيه الشهيره بتاعي البطوله بتاعت 2015. نحن نحاول مع جمعيه الكل نسالوا على الحاجات المثيره للجدل، سواء البطوله بتاعت 2015 للكلوب والا حتى جمعيه التقنيه. نحن نسالوا والملاعبيه توضح، ما عندنا حتى مشكله مع الكلوب لا مع حتى حد. علاش نجيب كان في الكلوبيست فسرتها قبيله شويه ومنساهاش نعود نفسرها لك خويا، نزيد نفسرها مره اخرى. حاليا هذو من ديسبونيبل توا، كلمنا برشا ملاعبيه من جمعيات الكل في تونس، مازالوا معاهم ديسبونيبل، قاعدين ناخذ معاهم في مواعيد ان شاء الله في الايامات الجايه تشوفوا ملاعبيه من جمعيات اخرى. ان شاء الله على قريب جابوا على شلي ان شاء الله يزينا من كلوب ستي برشا برشا من كلوب نشوفوا جمعيات اخرين ان شاء الله. كان يترينا ابرامو فهمني قلت له العشرة ولا مش في بيته، قلت له العشرة من نوبي على ذاك ما صارش الكونتاكت بي هاو جي. مرحبا بيه، التحق بينا من نوبي. عليكم. انفا يا خويا. انفا سافا لاباس. والله الحمد لله سافا، انت شنو الامور؟ والله الحمد لله، والله سامحني كنت نترنى هذاك عليك. شنو صار يا اخي ما فهمتنيش، بلي باهي ولا شنو صار؟ لا في بالي 22 انا. فهمتني؟ فهمتك. مش مشكلة المهم معك بحلاك. نترنى كل. اي ما يسالش. هذاك عليك. سافا لاباس. قلت لك انت انا كل يوم من 6 ل 8 هذاك عليك. فهمتك، ليالي بالليل ترينا انا اصباح و مرتين. هاي مرتين فهمت. هاو وراك شعار الكلوب والدنيا راك نزلت في ديال الكلوب؟ لا جمعيتي هذي جمعيتي. هاك تشوف كوبويت وكواترو. ورينا شويه ورينا مثال شنو هما ذوما؟ لحظه هاني كيما هذيك عندك هذوما الكوب اللي ربحتهم مان وزري في التورنوا في فرنسا. اماتور اي اماتور. وهذاك كواترو اول ديربي اول ديربي انت وفرجيني هذا. اي حلوه التصوير. وذاك ماتش قالت اسرع. اي ماتش كبير صحيح. اي ماتش كبير. صنع جوك. فوالا كعب باش ما ننسوش الجمعيه الصح. باهي اترى بعد نحكي شويه على الجمعيه، احكي لنا كيفاش تعدي في البريود هذي وش عامله فيك الكورونا وكيفاش كونفينمون والجو هذاك. ولا بون. لهنا في فرنسا سافا العباد تخرج شويه بالاتيستاسيون تنجم تخرج. انا الكونفينمون نتاعي بون نقوم العشرة نتاع الصباح نترينا، عندي بريباراتور فيزيك معايا. وحدك ولا معاك بريباراتور؟ لا وحدي وبريباراتور فيزيك معايا. انا وبريباراتور معناتها من العشرة حتى نص نهار نعملو صباح سي بلوتو كارديو صباح. كارديو من عشرة لنص نهار، من بعد نروح ناكل نعمل سياست صغير ولا نحط سيري ولا حاجة. فاش تتفرج بعد... شنو السيري تبع فيه؟ بور لانستون توا بديت كازا دي بابيل توا سيزون الاخر. من بكري هو ما كملتها من بكري، اما انا ما كنتش نجم نتفرج فيها خاطر كنت نتفرج في بريزون بريك ديجا. بريزون بريك دونك عودتها. فهمت. عودتها هذاك عليك. دونك توا بديت نقرا السيزون تاع لا كازا دي بابيل. اذا نتفرج فيها انت نو؟
كازا دو بابيل. اي كملت، اي كملت كملت في النهار ديجا. بلي هاي بيه بيه ولا سافا انت لا لا برجولية الأولى والثانية أخير، أما الباقي كل ولاو كوميرسيال هكا يعبيو وكاو. تسمع فيها ولا ايه؟ اين اسمع فيك قلت لك الأولى والثانية أخيرة، ما بعد ولاو كوميرسيال يعبيو في الوقت وكاو، ما فيهاش حاجة كبيرة معناها. ايه وباقي النهار تعاود ترينا مرة أخرى؟ ومن بعد 6 نمشي لترينا مع بلوتو تكنيك بالكرة، فهمتني؟ عندي تيران محض الدار بالضبط، نمشي لترينا فيه محلول، نمشي لترينا فيه شوية تكنيك شوية فراف وكاو، كل يوم كيك كاو وحدك ولا معك شكون؟ معايا بريباراتور فيزيك فهمتك. ويعمل وفي في الدار، في الدار الكونيكسيون خايبة شوية، ما عندك انت ولا ما عندي انا؟ والله ما نعرف بوستيب، ما عندي انا بوستيب، في الدار وحدك انت ولا مع فامي؟ لا مع الفامي، انا مع الفامي، عندي خويا صغير خويا الكبير امي وبابا وين؟ في باريس. في باري. اي تعاون، تعاون شوية في الدار، ولا مديمك في ريكش معناها، ولا لا ولا دميك لا وكا. لا نعاون نعاون شوية في الدار، نعاون نعاون اي وبجي يا هذاك. بيه، اي خلينا ندخل في صلب الموضوع. العباد تستنى فيك من بكري، ما عندكش فكرة عن المسجات اللي وصلت، وينو منوبي وينو منوبي؟ اي سمعتني ولا ايه؟ اي سمعتك، اي خاطر هاي فما بيه. اي نسمع فيك. اي باهي، هاي نبداو من الاول، احكي لنا من الاول كيفاش بديت منوب الكورة وانت صغير. باهي اوكي، الباركور نتاعي بون، انا كنت في جامعة صغيرة اماتير بحض الدار اللي هنا في باريس، بديت ذني 7 سنين بديت الكورة، بعد كبرت مشيت كلوب تسمع فيا؟ اي ما كونيكسيون كل تلاقي شوية، مع الصوت مش واضح متقطع يوسف. استنى توا تسمع فيا بالكدا ولا؟ توا اي توا نسمع فيك. قلت لك مشيت، معناتها مشيت ال 17 ans، مشيت الراسين كلوب دي فرانس 17 ناسيونو، معناتها اقوى نيفو في 17 ans، معناتها في الشامبيونات نتاع دي كلوب بروفيسيونيل كيما اميان بي اس جي، فوالا. عملت 4 mois، عملت 4 mois وصححت في لو هافر. لو هافر كان في ديفيزيون 2، ديفيزيون 2 وقتها تلوى. ديفيزيون 2 وقت، طاحت عامين ونص. ولعبت فيهم في السينيور ولا نزلت في ليجون تاو؟ لا في لي جون، نزلت في لي جون، نزلت في ليجون. اي اما صححت كونترا معناتها في لي جون، وعملت عامين ونص. ومن بعد انا كيفاش حبيت، جاتك الرحلة لهارفرد؟ تيست ولا أنت هما كلموك ولا كيفاش بالضبط؟ جافي 3 سمان قدامي، عندي 3 سمان، عندي 3 سمان باش نعمل 3 تستوات، مشيت لو هافر، مشيت لغان، ومشيت لنانت، ومعناتها خذيت الكونترا اللي ساعدني اكثر، معناتها كونترا ستاجير برو في لو هافر. والاخرين التيست كيفاش؟ في نونت ورين؟ ils m'ont proposé معناتها un contrat amateur، حابوا ياخدوا لي اما في الاماتور معناتها sans être payé sans rien du tout، فهمت وانا خذيت فهمت. الكونترا اللي ساعدني اكثر. كاو مشيت لو هافر، باهي في لو عملت هافر عامين كيفاش ونص تعديت؟ في لو هافر، والله الامبيونس باهية، الانتيغراسيون والد باهية، ذوني في عامين ما عملت حتى ماتش في البنك، في عامين لعبت ماتشات الكل. شنو الكاتيجوري كادي؟ شنو هو جونيور؟ كادي كادي.
دي عملت عامين، لامبيونس باهيه، ماتشات باهين مع دي كلوب بروفيسيونيل كيما بي اس جي، اميان، رين، لونس، معناتها نيفو اكوا نيفو في 17 ans، معناتها 18 17 ans. عملت عامين ومن بعد اون فان كونترا قالوا لي نعطوك كونترا اماتور تزيد معانا. علاش؟ بعد كده يكتب نعرفش لي كنت تلعب معناها. هي هذاك علي ما نعرفش بوركوا يظني، سي جو مرابيل بيان، مانك دو ستاتيستيك، تي با سي افيكاس، معناتها مانك ديفيكاسيتي دو معناها لي لي زاكيست والبونتويت هكا ما كانوش فوالا في جيبون. فوالا اكزاكتومون. دونك لي 3 ميور، دونك حبيت ستاجير ولا بروفيسيونيل ديريكت. ما حبوش، قالوا له نقعدوا في الكونترا اماتور. دونك خديت حوايجي ومشيت روحت للدار. شنو هما لي سوفينير قعدوا لك في لو هافر؟ تحب نقف عليها خاطر اكيد كبيره لو هافر. ما سمعتكش والله. قلت لك انا لي سوفينير سي لي جوار لي كبار اللي لعبت معاهم. نعرف رياض محرز، انا شكون فما يا اخي؟ رياض محرز، عندك فيرنان مندي بتاع ريال مدريد، عندك بنجامان مندي بتاع مانشستر سيتي. كانوا معك في الهابر. اي لعبت معاهم ثلاثة، لعبت معاهم. ايه شكون هيك؟ بعد عندك جوارات يلعبوا في البريمير ليج، ما نعرفش تعرفهم ولا. عندك واحد اسمه ليس موسي يلعب في شيفيلد، عندك واحد يلعب في اسمه بتاع شيفيلد؟ اسمه بتاع شيفيلد؟ ليس موسي ماركا كونتر ارسنال، ما عندوش برشا باهي شكون اخر؟ رغم اني نتبع برشا بريمير ليج. بالله. كان يلعب في سومتون ومن بعد مشى شيفيلد، اسمه ليس موسي، شنو يلعب ربي؟ يلعب اتاكون بوينت دالاكس. فهمتك. نعرف لوند ستروم انا في شيفيلد السيت، هذاك نيميرو سيت. ايش شكون اخر قلت لي؟ بارا دوما، غيرهم هم اهم لاعبين. شنو مثلا شنو مالي كوليس؟ الو الو. وي نفع فيك، شنو هو الكيستيون؟ عاود قلت لك شنو بالضبط؟ شنو قلت لي تو؟ هذوما الجوانات الكبار معناتها اللي لعبت معاهم. من بعد لقيت شنو ما قابلوك السوفينير معاه مثلا لي كوليس تفكرهم مع رياض مع لي دو مندي، فماش حاجه تفكرهم قعدوا لك معاه ما يتنحاوش من بالك؟ بنجامان مندي ذكروا في الوغ، كان يسوق بلاش برمي، كان يسوق بلاش برمي ديما بالكارير نتاعو. ورياض محرز اخر ماتش لعبت معاه، بون ما كنتش قاب معاه بالكدا، اما عندي ولا لعبت معاه وناس منيح ويعاون الصغار بالكدا ولا. وفعلا من مالغري هو تزيري وانت تونسي، ما عمركم كنتوا اي قراب ولا؟ اي بيان سور، اي بيان سور بيان سور بيان سور. ايه ناس مليح وامبل، الناس امبل معناتها ما يوريش روح، و كان بيان معناتها هو في العمر اكبر منك. اكبر مني. اي انت من عام قديش من نوبي؟ 96، عمري 23، 23 زر. ما زلت صغير. اي ما زلت. اي هذا مو مهم حاجه تفكرهم معاه. ركبت معاه من دي في الكلب ولا ابن شرمي؟ اي ركبت معاه برشا مرات. ما خفتش؟ لا معقول، كان من ديما وديما يخرج ياسر ودي لا في راسه هو حتى التو ديما طلعته معناها. اي حتى التو اي هو بس محرم هاو ما عرفش شنو والله. وفعلا من دي سوفنير في التيران، بلوتو في التيران سوفنير. تعبوا فرد كل واحد عاد انتم. اي فات كل واحد وذني
اظن اول واحد في حياتي ما نجمش نعدي فاسيلمون كونترا، والله صعيب برشا. كاسح ها؟ كاس على الاخر والله، يحط يد وتحس ما نعرفش حجره، فهمتني كيفاش؟ بيا مندوبي لهنا يقول قايل علاش هما الكارير نتاعهم مشات في الشيله هذيك البريمير ليج واللو نيفو، وانت رجعت لتونس علاش ما كملتش في نفس النسق هذاك معناها؟ خاطر فما دي شوا كارير عملتهم مش باهي، فما دي شوا مش باهي، و لهنا الحمد لله معناتها رجعت لتونس، خاطر لهنا كنت لهنا في الحومة كونتكست خايب، و عندي اخواتي فهمتني مش ديجا كانوا في الحبس، ذاك علي انا بطلت الكرة عامين، ومن بعد رجعت لتونس باش نرولونسي روحي، معناتها باش نعمل ترامبلان وكا. شنو ما الشواء قلت لي خايبين عملته؟ معناتها كم باغ اكزومبل في لو هافر كان عاودت كونترا ماتير، يمكن لاني في جامعه كبيره في الاوروب توا، ولا في اميان، خاطر لعبت في اميان زاد في الاميان، تعرف بيان سور لعبت في اميان زاد، ونفس الحكايه، مشيت حبوا يعاودوا لي عامين، ما حبيتش، كنت مع تونجين دومبلي بتاع توتنهام، تعرفه بيان سور ايه صاحبي برشا، صاحبي برشا، لعبنا عام ونص مع بعضنا فوالا، ومن بعد مشيت لانجلتير زادا، قعدت 6 mois، وين مشيت لويز برومويتش، لعبت معاه ما نعرفش بلاي سكوت بتاع سيتي، ستيفان سيسينيو فوالا، ما من بعد ما ساعات ما نعرفش لا جون. مين عليك لاسكوت والسيسينيور بين عليك اي معناها كنت انا اي كنت صغير، انا كنت معناتها كنت مشيت لويست بروميتش تيست، قعدت جمعتين ومن بعد مشيت تيست معناها لا تيست جمعتين، ومن بعد مشيت الريدينغ جمعتين زاد، ما كانش ناجح التيست ولا كيفاش؟ لا ما نعرفش عليه، ديجا خاطر عملت تيست مش رمال، و بو موا سيتي سيغ معناتها، ومن بعد الانجلي انا كنت صغير ولاجون انجلي، و دخل البيرو احكي معاهم على فان دي تيست ويحكي انجلي، ما فهمتش شنو هو صار، وبعد قال لي معناتها سي با بوسيبل دو سيني لابا. فما شكون سألك في لي كومونتير قال لك عندك خوك جاتستا في جرجيس ملاعب بزادة؟ اي عندي خويا ملاعب برشا، اي اي مش عايش مش يكاور ما حابش يقعد في تونس، ما حابش، كان باش يفتح في تتاوين زاده، ما حابش يقعد. فهمت. باش شوام نتاع تونس باجا كيفاش خذيته بالضبط؟ هذا بون كيسيون باش تضحك، خاطر بون انا جيت فاكونس لتونس، جيت مع بابا وامي انت واخواتي، منين جيت في تونس اصلك؟ انا ريانا، ريانا ووردية، ريانا ووردية يا زوز. ولد حومتي اي انا من جميلة كابون، انا حقيقه من كابون اما ساكن في ريان، نسكن في ريان. بالله. فوالا اه فهمت. ايه دونك جيت لتونس وفوالا، جيت فاكونس حكيت مع بابا واخواتي، قالوا لي بوكوا با، معناتها تنجم تكاور لهنا فاسيلمون، عندك بلاستيك في جامعة كبيرة تنجم تكاور، وفما حتى مشكل. قلت لهم اوكي فما يا با سوسي. مشيت انا وخالي، مشينا البارك، خاطر انا خاطر بابا كلوبيست، امي كلوبيست، هي الفامي الكل كلوبيست، فما حتى حد في جامعة اخرى، حتى بابا عزيزي انا كلوبيست، انا انت كلوبيست في الصغرى انا في الصغرى، كان عندي تصويرة كان باش تسوق، ما نعرفش شفتها ولا، صعدت في لوفر مع ماريو لو كلوب لابس، معناتها ما نعرفش لا ما شفتها ولا، شفتهاش، لا ما شفتهاش. انا بعثها لك كمان. مشيت للبارك، حبيت نحكي مع ديريجونات باش نعمل تيست، معناتها حبيت نعمل تيست، دونك ما لقيت حتى حد، قالوا لي امبوسيبل، عام ما قديش نعرفوش. علامة اللي جيت الباجة عام جيت قولوا 2015 2016 حاجة هكا. هيك بالضبط. ما لقيت حد، من غدوة رجعت مشيت زادة ما لقيت حد، حبيت نعمل تيست باش خاطر في بو موا عندي النيفو باش نلعب في جامعة كبيرة، ما الناس ما يعرفونيش، دونك سي ديفيسيل ان بو، و فوالا روحت للدار، فما واحد اسمه سولحتي، سويد احكي نعرف وين سولحتي نعرف قال لي عندي كونتاكت مع بيجا،
حاب تعمل تيست ولا؟ قلت اها له هي، قلت له فما حتى مش نعمل تيست نسيرش ديفيزيون 1 كل شيء. قال لي هي ديفيزيون 1. مشيت عملت تيست، عملت نهارين في بيجا. الكوتش قال لي سي بون، معناتها لازم تصح معانا. وانيولي وقتها كيكو اي 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 كعبة ذاك. والله قال لي لازم تصح معانا وكل شيء. قلت له باين فما حتى مشكل. طحت في بيجا 5 سنين، طحت اول كونترا، اول كونترا برو خاطر اول كونترا بروفيسيونيل 5 سنين. اي وسمين ولا اي كونترات؟ لا 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 لا، سالير زوز ونص، قيم دي روندمون 50 حاجة هكا، معناتها كونترا صغير. خذيتهم ولا الحقيقة؟ انا قعدت 4 mois في بيجا، خذيت 4 سالير، قيم دي روندمون خليتهم ومشيت اه باش سي نحارب بيان في باهي الكل. باهي يتسمى. اي صباح صباح صباح. اما يتسمى عندك الزهر في 4 شهور جبت العينين اللي كنت وخذيتك الكلوب، معناها يتسمى حاجة باهية برشا. والله الحمد لله حاجة باهية. لقيت وكان جوك فما في بيجا، اه لقيت جوك في بيجا معناها. اه اي آه آه انا ولاتاك، انا وياسين شماخي انت يا لي دو. شماخي يا صاحبي. دونك اول ماتش كونت ليسبيرانس، نعرف نتفكر تتذكرها. نتفكر اي عملت ماتشات كبار كونتر ليسبيرونس وكونتر الكلوب تاع الزوز، عملت ماتشات كبار. اول ماتش كونت ليسبيرونس، اول ماتش ديبوي 6 موا كونت ليسبيرونس في بيج، عملت ماتش كبير برشا. ما نعرفش كي ذكرت كي طيحت شمام، و معناتها عملت ماتش كبير برشا. نتفكر اي من بعد الماتش ديريكت رئيس بتاع ليسبيرونس عمل اوفر، من بعد ابو الماتش ديريكت من بعد الماتش ديريكت عمل اوفر البيجا لي انا. معناتها اه البريزيدون تاع بيجا الى دوموندي معناتها برشا بوكو دارجون. فقط قداش عطاه وقداش طلب؟ اذن طلب حكيت 600 ميل دينار هكاك، برش 600 اي برشا. هما و الماكس سيتي 200 ميل، يبولي مات 200 ميل، معناتها 200 ميل فهمتك دينار فهمتك. اكاون. دونك عملوا وفر للرئيس، قال لهم ليه. دونك مشاو الاوفر مشات معناتها. بعد بعد كم الماتش صح؟ ديريكت. من بعد اول ماتش في تونس هذايا ديريكت من بعد. ومن بعد من بعد كملت لعبت، عملت ماتشات باين، ماركيت وكل شيء. ومن بعد جاتني الاوفر من ليتوال سي اس اس طول كلوب. مشيت الجماعة نتاع الام ونتاع الباب. علاش فلوس الكلوب عطات اكثر ولا شنو؟ لا لا ما غدرتش الفلوس انا، خاطر بون سي ليانا لو بلوس امبورطون سي سي روندر معناتها فيير مي بارون. ونعرف لي انا بابا كلوبيست وما كلوبيست و جي فيان دو لوان معناتها، وما لعبتش عامين. هاي تنصح في الكلوب وجامعتي، ونحب الكلوب من انا صغير. دونك نصح في الكلوب. والإتوال والصفاقس عطاو أكثر معناها فلوس لي توال عطا اكثر، لي توال عطا اكثر. ونورمالمون تو أنت في يدك عند بيجا معناها، نورمالمون بيجا تحكم فيك ما تحكمش في روحك. بيان سور اي نورمالمون اي إي نورمالمون هي بيجا معناها يمشي اللي عطا أكثر فلوس، علاش علاش مش اكزاكتومون اكزاكتومون. خاطر تفاهمت مع الرئيس، وتفاهم مع الرئيس نتاع الكلوب، تفاهموا بالكدا ويدوني المونتون دي ترانسفير 200 ميل. اما صححت لو ديرني جور ولا ديرني اور دو ميركاتو. هذاك عليه الرئيس نتاع بيجا خلاني نمشي. هاو نفس السوم اللي عطاته ليسبيرونس معناها. نفس السوم اي، اما مش نفس البيريود، فهمتني؟ فهمتك اي فهمت. فهمت على ذاك قال حاب يدخل فلوس هو، قال لك خليه. اكزاكتومون. وانا قلت له برجولي، قلت له كان ما تموتش تخليني نمشي الجمعيه معناتها كبيره باش ناخذ الفاليز ونروح لفرنسا. ما يستاهلش الكونترا 5 سنين، ما يستاهلش نمشي نخدم في فرنسا وكاو. وكنت تعملها انت؟ اي والله كنت باش نعملها، خاطر 5 سنين و برشا. 5 سنين برجولي. صحيح. باهي كيفاش تحكم عليها الاكسبيرونس في الكلوب؟ قد عملت 3 سنين هكا؟ عملت عامين ونص، عامين ونص. عامين ونص يظني في عامين ونص ما لعبتش اكثر من 5 ماتشات على البنك، كل تيتولير كل ايه تيتولير. برجولي جمعية كبيرة والله.
انا ما حبيش نخرج من الكلوب، لو برشا عباد يقول لك منوبي حاب يخرج، انا ما حبيش نخرج من الكلوب. انت باش نجيب الموضوع الخروج، احكي لي عادي سوفينير اللي قاعدين لك باهين في الكلوب شنو هم مثلا؟ لعبت كل خط تسال فيها على الخروج، ترى نجيبك خلي شوي سسبانس. لا، جماعة كبيرة عندي دي بون بون سوفنير. والله التوا معناتها كل يوم نفكر، سورتو لي سبورتير، جمهور كبير برشا، اقوى زوني اقوى جمهور في الافريقيا والله. باهي. انت هل انه صحيح انا ما انك بعد الاصابه اللي بلاستيك كنت روندمون كبير برشا، بعد البلاستيك ما رجعتش للروندمون هذاك، الفورمه هذيك ما شوف معاودنا شفناها من جديد. اي تحت 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 الرونمون تاع، خاطر مع البليستيور ما نعرفش من الاول كي جيت حسيت روحي في فورما وماركيت، ومن بعد الفراكتور عملت فراكتور في الميليول في الديربي، من بعد النيفو طاح شويه شوت معناتها شوت، ومن بعد رجعت وما لعبتش دو موا خاطر البليسيور مع سي كامل كولسي، كل ماتش غدا كل ماتش غدا، ومن بعد عايش بديت خاطر مازال مانيش في فورمة، مازال كي رجعت من الضربة معناتها نجري بالسيف والوجيعة مازلت في ساقي معناتها، ومن فهمتك. بعد ومن بعد بتي تابتي رجعت في النيفو نتاعي بتي تابتي. شنو هما الحاجات الخايبة اللي قعدوا لك؟ والله العظيم فما حتى حاجة خايبة، الوحدة الخايبة اللي قعدت في مخي الأخرى كي خرجت من الكلوب. ماتش مازيمبي ما يقعدش في بالك مثلا؟ لا نسيته ماتش مازال نسيته. شنو صار منو بماتش هذاك؟ النتيجة كارثية خلينا نقولوا، شنو صار انتوما كملاعبية اش فما معناها؟ حالة تخسر الكلوب عادي، ما شنو صار؟ ثمانية معناها برشا كمان والله برشا فضيحة، برشا تاريخ الكلوب برشا. معناها تمس بالنتيجة هذيك معناها. ديجا الماتش هذايا أو فما جوارات جميل لعبنا مع بعضنا، فما جوارات كيما معناتها كولوار جوش لعب ما نعرف الشاب صالحي كولوار جوش، وفي الوسط لعب تند خنيسي أو الماتش نتاعو تيتولير، واللي دغوا لعب غازي العيادي اللي دغوا، والناس الكل تعرف اللي غازي مش ليه معناتها مش البوست نتاعو. هاي الماتش هذايا برجولية في ليشوفمون ديجا فما سخانة، نعرفش مش سخانة عادي اللي في تونس عندنا نحن سخانة. كمان الكلوب لعب تقبل في الافريق راهو حتى تحصل مش اي كمان معناها. اي بيان سور، اي نعرفش فما جوارية تخاف وما نعرفش كيفاه ولا، و مشينا غادي نورمون نسكروا نورمون نلعبوا على الكونتر، ما نعرفش عندهم 10 سنين ما اختلوا حتى ماتش غادي، نحن ليه مشينا غادي ونا اوفير اللعبة حلنا انا حاسس ما فهمت من كلامك، تقول لي اللاعبين ما يلعبوا وتقول لي حدينا اللعب، تحمل مسؤولية المدرب مدرب ايه مدرب هو السبب شهاب الليلي والله. معناك، فهمت؟ هي وانتم ناجح. كلاعبين ما تحملوش مسؤولية؟ لا، مدرب كيما جوالات كيف الزوز فهمت. كيف الزوز، اذا كان عليه العاب يلعب الماتش هذايا يمكن خمسة أربعة خمسة مش ثمانية. فهمت. باهي. نجيو تو للموضوع نتاع الخروج، احكي لنا شنو صار بالضبط. انا ديبيوت سيزون جيت رجعت ديبيوت سيزون رجعت قعدت مع الرئيس قلت له معناتها كيف على فلوسي وكل شيء، قال لي ما فما حتى مشكل، فلوس تو تاخذ فلوسك ما فما حتى مشكل. انت قداش تسير الوقت؟ انا 80 80 بريم روندمون هذا ولا شنو؟ اي بريم دو روندمون، اي بريم وفي دو دي روندمون سالير؟ في دي سالير، في دي قدام من سالير؟ ثلاثة ولا أربعة كيك. باهي، قال لك تاخذ فلوسك. قلت له كيف؟ قال لك رئيس تاخذ فلوسك. قال لي توا تاخذ فلوسك وكل شيء، قلت له اي فلوسي مش مشكل توا، الفلوس مش مشكل توا، كيفاه باش وين باش نرقد وكيفاه باش نمشي للانترينمون معناتها ما عنديش معناها حكومة ابارتمون. الدار وكهرباء معناها. فوالا قال لي ما فما حتى مشكل، جيب لي الكونترا نتاع الدار وجيب لي الكونترا نتاع الكهرباء تو كل شهر تو نخلصوا كل عادة. قلت له بيه فما حتى مشكل.
مشيت كريت دار، مشيت كريت كهرباء، ونكلم فيه ما يهزش، نكلم فيه ما يهزش، نكلم فيه ما يهزش، ما يسألش هاي، تنخلص بفلوس ما يسألش. ذني 6 شهور 7 شهور ما قلت له شيء، نخلص وحدي بفلوسي، معناها 7 شهور تخلص في الكريب ده والكنبة انت تخلص فيه. نخلص فيها يعني. بي فما نهار ما عنديش باش ناكل انا غادي، فما ابون ما اي بيان سور. دونك نكلم في خويا في فرنسا، يبعث لي في الفلوس كل 3 ايام 4 ايام يبعث لي في الفلوس. معناها ملعب في بون الكليب يوصل ما عندوش مشاكل لما النوبي. اي انا وواجدي سهلي كان تحب تعرف بالضبط هكا. دونك فوالا لعب وما قلت شيء، ما نمشي نترينا على روحي ونلعب فما انكدوت روحت ما عنديش باش نروح من لونترينمون. سيلاس عدريدي جاي يرحم والدي، جاي روح بيا. ليسونس معناها ولا شنو؟ ها ما عنديش لا لا حق ليسونس. ما عنديش كهرباء، ما عنديش كهرباء، ما عنديش حتى باش نكري معناتها. تنحات لك قلبها معناها. اي تنحات اي. دونك بوندون نهارين نصعد سيلو الكوتش يجي قدام داري يهزني لونترينمون ويروح بيت. وحداني مصروف 200 و 250 الف مصروف يذكرها حتى تو. هكا في الكليب معناها. والله العظيم فوالا. ومن بعد انا وغازي مشينا شكينا بالفلوس نتاعنا. والملاعبين كل شكايات مش كان انت وغازي. اي شكايه. اما السؤال هنا علاش انت وغازي بالذات طلبتوا انكم تفسخوا؟ خاطر الملاعبين الاخرين شكاوا كانوا ما طلبوش التفسيخ. خاطر انا كما قلت لك انا عملت بريسيون على الرئيس باش يجي يحكي معايا، مش انا شكيت باش يجي يحكي معايا معناتها. فهمت نيتك. انا في مخي ما الرئيس نحبش باش يجي يحكي معاك وانت فاهم. فوالا، انا في مخي جامي نحب نفسر، خاطر الجامعه نحبها على الاخر والله كما نحكي لك، فهمتك. نحبش انا. دونك جيت وكلمني الرئيس قال لي اجا البيرو. مشيت البيرو قعدت 4 5 سوايع، قال لي فماش فلوس، تو فماش فلوس، سالير فماش، الكهرباء كيما نحكي الكهرباء فماش. وقال لي انت باش نحاكمك وما عادش باش تلعب وباش تمشي ترينا، ما عادش باش تمس الكره، باش تجري والعبيد باش ترينا وانت باش تجري. تحب تفسخ توا نعطيك الورقه نتاعك وتخرج من الكلوب وما تاخذش فلوسك، خلي فلوسك وتمشي. فهمتك. قلت له ليه، قلت له ليه ما حبش نخرج، قلت له خلي الشكايه وميساج. من غدوه كلمني قال لي نعطيك دو سالير وتمشي. قلت له اليوم ليه قديم عليك. دو سالير اه 14 كنت ناخذ في 7، انا مش برش كنت بل ناخذ سالير صغير في الكلوب، اكثر سالير صغير يظني انا ميساج. معناها 7 مليون ما ينجمش يعطيك شهريتك معناها والله. قال لي انا قلت حكيت معاه قلت له انا جيت لهنا كلمتك باش نتفاهموا على مونتون ولا حاجه، تعطيني شيك ولا حاجه ونقعد نترين على روحي، الكوتش حاجته بيا كيما قال لي، الجروب حاجته بيا، دونك نقعد على روحي. لا ما تقعدش، مش باش تلعب، فما جوارات باش يرجعوا يلعبوا في ديسمبر، انت مش باش تلعب تيتولير، اخرج ما تقعدش معناتها. قال لي ما تقعدش هكاك، قال لي ما تقعدش في الكلوب. فهمتك. قلت له ميستر، فمعناتها سي كوم سي واحد يطردك معناتها. قلت له باهي فما حتى مش كيت، فما شكون كيفاش سبحان الله في الفيفا، ما نعرفش شكون دز معايا ولا ما نعرفش. فسخت باش نعطي لعبت قعدت باهتة مثلا علاء المرزوقي مع السي اس اس اي من اكتوبر شاكي بالسي اس اس اللي تحكم فيها القضية انت تك تك الحكاية جات فيسع مش فيسع علاش؟ اي تك تك ما نعرفش، فما شكون في الفيدراسيون دز في الدوسي ما نعرفش انت كيفاش. شكون الافوكا بتاعك؟ تسليم شكون؟ تسليم تسليم تعرفو بلا صنامة. اي اللي فاز على الدراجة زاد. فهمتك. بعد ما تعدت المدة ندمتش على الفسخ ولا ليه؟ ولا ذيك هي الظروف ما عرفتش نجم تزيد أكثر؟ لا ندمت كيفاه، بالحق والله ندمت والله. انا علاش؟ ماذا بين خاطر جماعتي ما حبش نخرج من الكويبه،
انا في كيفاش مخي ما عندكش ما حبش حتى باش تعيط معناها؟ ما يسالش تو تجي الفلوس من بعد ما يسالش، اما يجي احكي معايا مش ما تجيش ما تحزش عليا فهمتني، يجي احكي معايا ما نعرفش اعطيني شي كارونتي اعطيني حاجه، خاطر فما عباد خذاو سالير خذاو فلوس فهمتك. فهمتني هذاك عليه، وانا في باله في بال هو في باله الرئيس عبد السلام في باله انا معناتها جاي من فرنسا لابس عليا وبابا امي، لا لا امي ما تخدمش وبابا ما يخدمش، لا ونسكن في بونيه في باريس ما نسكنش في هكا. فهمت. انت تصرف على الدار، تعيش في الدار ولا ليه؟ اي انا فهمت. بعدها كان رجع يرجع بك الوقت الفعلي ما تفسخش. لا ما اما واحد كي طردك من جامعته كي شنو باش تعمل معناتها، قال لي حتمك قال لي ما عادش باش تلعب ما عادش باش تحط ساقك، قال لي وانا الكوتش حكيت معاه قال له حاجته بيا بيه. علاش ما بعد ما خلصت ما صححت في جامعة أخرى؟ كلموني سي اس اس وليتوال، انا من بعد ديريكت كلموني سي اس اس وليتوال إيه؟ برجولي ما حبش نقعد في تونس علاش؟ وما حبش خاطر بوتونسيلمون انا نعرف اني نجم نكور في ليغ 2 ولا ليغ 1 في فرنسا فاسيلمون، دونك قلت لهم بوكوا ليه با معناها؟ قلت لهم ليه، شكون كلمك من صفاقس ومونيتور؟ الرئيس نتاع سي اس اس وليتوال كلمني سيسمو جوزي كليتون قال لي قال له باش يعملوا له كفر في الجامعه ذي، قلت له لا. قلت له لا قلت له فهمت. لا، بيه والسي اس شنو اس يبان لي برشا فلوس زاد عملوا لي اوفر، قلت له لا زاد قلت لهم لا اللي سمعته كنت تقريبا من طولون لا مصحح، فماش مستحيل مزنوح. فماش جملة الحكاية كيفاش فماش خرجت مال؟ ما نعرفش والله ما نعرف، خاطر يمكن الكوتش نتاع طولون زفونكا هذاك زونكا عليه، هاي اي وسمعنا هذاك حتى عليه، هو اللي حظك باش تخرج وتفسخ. لا 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 ما فماش ما نكاوش طلبوك في نكاوش في تونس خير من نكاوش في ناسيونال في فرنسا، يجيبكم بيتنا خاطر توازيام ديفيزيون وليكيب الاخرى معناها. اي اي لا فماش منها جملة فما جماعات اخرين طلبوك في الاوروبا؟ كنت مشيت ليكوس دندي يونايتد، اي كنت صحيح هاي شنو كلموني باش نصح غادي كلموني على مونطون وجيت غادي ما لقيتش المونطون هذا، قلت لهم لا. قلت لهم لا روحت، فهمت. وكنت باش نمشي البرتغال قبل الكونفينمون بشويه، كنت باش نمشي البرتغال في جمعيه شنو غادي يا جماعة؟ ديفيزيون 1 جماعه ديفيزيون 1، شنو اسمه؟ ما نجمش نقول لك خاطر بوسيبل نرجع من بعد الكونفينمون فهمتني، باهي ميسيس شارع بيسر. وفما جمعيات في ديفيزيون 2 يعني في فرنسا كيما مثلا اورليون اورليون شكون؟ اورليون. اورليون اي فهمت. عندك اي ولا معناها في جوان نستناك في كيب واحدة أخرى. ان شاء الله يا رب ان شاء الله، رجوع الكلوب توا صعيب. معليش اسمعنا هذايا معنا خاطر قممت تحب ترجع خاطر كلمت شكون من الجوالات باش يلقاو معناها كيفاش يحكيو مع رئيس ويتوسطوا لك ولا ليه؟ لا 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 مصحح مش صحيح. مصحح انا نحب نرجع ما نكذبش عليك، نحب نرجع معاك مع الكلوب معناتها، مع الرئيس هذا ما صعيب برشا فهمتك. صعيب في برشا، تونس ما مستحيل نشوفك جماعة أخرى. لا صعيب برشا باش نسألك على موضوع فوزي الصغير عضو الهيئة نتاع اي الكلوب، اي خرج كلام عليك أنت وغاز العياد حكاية المخدرات، اي شفتوا اي شنو هي الحكاية ذي؟ باهي اسمعني باش نفسك على ما خاطر عندنا حق في ساعة نعاود لانتي اللايف وتجاوبني على الحكاية ذي. باهي اوكي انتو أوكي. أوكي.